اكتر حاجه بيخاف منها الفنان سمير غانم ايه؟ اللي كل واحد بيخاف منها الموت يعني. بعد شر عليك. ما بحبوش. بعد لحظات على انتشار خبر وفاة الممثل المصري سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا، خرج الممثل المصري حسن الرداد زوج ابنة سمير غانم إيمي عن صمته ونعى حماه كاشفاً عن أن الوفاة لم تكن بسبب كورونا، وكتب عبر فيسبوك: إن لله وإن إليه راجعون، وداعا حماي الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله. وكشف عن مفاجأة حيث قال: ملحوظة، الوفاة ليست بسبب كورونا. ونعت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم والدها عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك قائلة: الله يرحمك يا حبيبي يا أغلى الناس وأحن الناس، ربنا يرحمك وينور قبرك ويثبتك عند السؤال، ربنا يرحمك برحمته يا أحسن وأغلى وأحن الناس يلي مش هنشوف حد في حنيتك ولا طبتك ولا روحك، الله يرحمك يا حبيب العمر ويشهد ربنا إنك كفيت ووفيت وعلمتنا وربتنا أحسن تربية وإنك ما قصرتش في حاجة، الله يرحمك يا روحي وعقلي وقلبي وكل ما لي في الدنيا، يشهد ربنا إنك رعيت ربنا فينا، الله يرحمك يا أغلى ما عندي، الله يرحمك يا نور عيني، الله يرحمك يا رب، الله يرحمك يا بابا وكل ما لي، الله يرحمك. وفي أول تعليق له كتب الإعلام المصري رامي رضوان زوج ابنة سمير غانم دنيا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون، وداعا حبيبي. الرشيد زواجا شرعي، زواجا شرعي صحيح. يشار إلى أن الراحل سمير غانم كان دخل المستشفى بعد أيام قليلة على دخول زوجته الممثلة المصرية دلال عبد العزيز إلى المستشفى أيضاً بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها لا تزال تتلقى العلاج حتى اليوم وحالتها أيضاً غير مستقرة. وكانت ضجة أخبار نقل عدوى فيروس كورونا إلى كل من سمير غانم ودلال عبد العزيز من ابنتهما الممثلة المصرية دنيا سمير غانم التي كانت أصيبت قبل فترة وجيزة من إصابة والديها بالفيروس، الأمر الذي دفع بكثير من المتابعين إلى تحميلها مسؤولية تدهور الحالة الصحية لوالديها. ألو، السلام عليكم.